عاملين ايه النهارده؟ معانا فلوج جديد بس حاجه جامده جدا وحاجه سايعه جدا. هنعمل سكتش جامد بالتعاون مع كاميرا مان خفاجه فوتوغرافر زيكا. النهارده ماسك البايند سين. استنوا بي تي اس جامد جدا جدا. جاهزين يا شباب؟ يلا بينا. حلو ده. ماشي، بس عايز تكون كلوز اكتر صح؟ ماشي. انت عايز تخيل في درس مش عايز تقف ورا الزرع؟ ايش بص انت هتعدي من جنبك وانت هتفضل ثابت. خلي بالك تخش جوه شويه هنا كيرف ده. بعد ما صورنا وعملنا الشوت وطلع مظبوط، قال لك لا ده لازم اصور بالشنطه عشان اعمل منها الازازه. خلينا نرجع من الاول تاني. ولا كاننا عملنا بطيخ. تدري بقى تاني بقى جاي بالطول بقى اللي هو ايه في الفرمله، بس ده هيكون عند الباسكت. يلا بينا يلا بينا على الباسكت. طب والشنط والحاجه بتاعتنا اللي هنا دي؟ على الباسكت. على الباسكت. احنا عايزين اول حاجه دلوقتي بالشوط اللي بعده. الشوط اللي بعده هيكون ان احنا هو الراجل جاي علينا بس عامل عبيط. اللي احنا هنوقف قدام الكاميرا. بعد الكافيهات شويه. هي الحديقه الدوليه كانت شغاله. معلش احنا اسفين. لا.
حديقه دوليه. يلا يلا دلوقتي جينا لحله البحث عن لوكيشن نضيف متمرمطين في الشمس. يا رب الفيديو يعجبكم في الاخر. معايا الشرقاوي هنا. لقيت الغرف لو احنا مشينا وما عملناش حاجه بعد ده كله مش عارف بعد ال 20 جنيه اللي اتدفعت على البوابه. فاجا سبونسر ذيس فيديو 20 جنيه 20 جنيه جاب عليكم. حلو. لا مش كفاجا لوحده وانا 3 جنيه ازازه ميه يا باشا. كده في 2 سبونسر للفيديو. انتاج مساعد. انتاج مساعد. لو عرضت حياتي للخطر ضطيت من المشروع وهو ماشي وركبت المشروع وهو ماشي عشان كارفور مش فاتح طبعا الساعة 9 عشان نجيب زجاجة المياه. يعني شوف كمية السهولة واحنا واحنا اللي هو ايه متحسنين وبنرمي في الشارع او بنرمي في الجنينه فاهم؟ خلاص يعني احنا دلوقتي المفروض نسرق الباسكت اللي هناك ده هنحطه هنا نجيبه نحطه هنا نحافظ على البيت. يلا بينا هروح اسرق البتاع. خد الكاميرا معايا. لا 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 هات انا اصورك. خد طب ما اروح اكلمه احسن. طب انا لسه اقول لك روح كلمه وقول للراجل قول له هنيجي بس الباسكت جنب البرجوله احنا بنصور فيديو عن النظافه عن النظافه. الناس ترمي في الباسكت ما ترميش في الارض. زيكا هيقول له النظافه. يا نهار اسود الله في عونك يا زيكا. هندله يا رب تهندله مش تجيبوه. مش زيكا عمل المهمه بنجاح. زيكا ايه شعورك يا خفاجه بعد ما زيكا ما بوظش الدنيا وجاب لي؟ انا كنت خايف يتكلم مع الراجل بتاعي. عاش يا زيكا. اسرقوه بتاع قلت الراجل الدهولي هادي. العمليه ما فرقتش صعبه. مكتوب عليه الزراعه. هو انا كان قال لي بس خليه خليه بقى مكان. بقول لك ايه؟ بس يلا بينا يا شباب. يلا انت دخلت حاجه بحاجه. اول حاجه انا هلمس هنا ههبط هنا. ايوه هو فاهم عشان لما يصور المشهد يبقى ايه ظابط الدنيا. اجرى شرقاوي وعاش. انت متاكد ان انت ايوه يا عم انا بعرف على 3 كيلو. انت مش انا بعرف بسرعه يا عم. ده ما فيهوش نفس ده. هات سيجاره. هات سيجاره. انت اكل بالسيجاره. عيب انت مدرب باركور. عيب انت كل ايه انت كل ايه يا شباب. انا دخت والله. انا لازم يا ابني انا كده عايز اعرف. ابتديت اهي وشك ابتدى يحمر اهو. انا ضغط والله. انا ضغطت مراحة و... عايز اخلي العجب كده. خليك مركز على الحته اللي انت فيها انا اللي هحيي لك. ها يلا واحد اثنين ثلاثه. اوتو فوكس. عشان الفوكس بيبقى هنا. طب انا عارف على ثانيه عشان مفيش عين. هو ليه بيعملش على ماشي عشان هو كونتينيوس. ماشي عايز تخليه مانيوال؟ اعمل حركه ثانيه. لا مانيوال. لا انا مش شغال كونتينيوس. ماشي لو عايز تخليه مانيوال على عيني اقصد وتنزل. انت عايز هاخد الفوكس بعد كده ورك واثبت فوكس بعد كده انزل الكاميرا وبعد كده ابقى ركب من بدري قوي. حلو جدا ده. باسكت. باسكت. جاب باسكت. عملنا. عايزين. فهمت. بس دي هتبقى نقلة بسرعة. نقلة بسرعة. نقلة من الكادر ده للكادر ده أصلا بسرعة. فاهم؟ أنا
عايزين اصل الباسكت كده كده يكون موجود. ما انا هنا جايبه يعني انا مش عارف ايه. ما انا فاهمك. بص دلوقتي ايه اللي هيحصل عشان نقلب الكادر الاولاني نهايته اللي هو لازم على طول على طول نقلب الكوتش في حاجه ثانيه من وشي فهمتني؟ عشان كده يعني انا اقصد الكادر من تحت افضل يعني ماشي بحيث ان انا اطلع وانت تستل على الباسكت ماشي يعني ان انت تستل على الباسكت مش اخر يعني فهمتك. ما انت ليه في ماشي مش هقعد اتكلم مش هو دماغه ساحت. بعد كده احط السكيت بورد وانا بعمل الشنطه تاخد الترانزيشن حاجه انا بتاع كده وايت مش لاقي قطع الكنبه اللي في وشي. انا عايزك تجيب اللي هو ايه هنا مش حبان. انا عايز في حته هتاخدها بي رول ماشي. بص تاني انا قلت هطلع هعمل كده احط ده كده حلو الكلام. بص ده تمام. فممكن بقى يعني تيجي من هنا ولا ايه؟ انا عايز اغير الكادر ولا تخلي الدخل ولا داخل من هنا. انا شايف من هنا صح. بعد كده وانا بعمل كده تقوم انت جاي هنا تاني تاخد بقى البيرولات دي صح كده ماشي. يلا انا هشتم كده يلا.